الأخبار السابعة من تناصح وإليكم عناوينها. توصل القصف العشوائي على درنة وقائد الكرامة يتوعد بالمزيد. النائب بالنواب المنحل صالح فحامة يؤكد عدم توصل مجلسه لاتفاق مع الأعلى للدولة حول آلية اختيار المجلس الرئاسي. الهيئة البنغازية تبارك اتفاق مصراتة وزنتان وتدعو لمصالحة بين مهاجري بنغازي وباقي مدن المنطقة الشرقية. أهلا بكم إليكم التفاصيل، حيث قال مجرم الحرب خليفة حفتر الأحد، قال إن تحرير مدينة درنة على يد قواته بات وشيكا بحسب قوله. وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية، فإن تصريحات حفتر جاءت خلال زيارته لمحور عين مارة غربية درنة، والتي أوضح خلالها أن رفض عناصر مجلس شورى درنة تسليم أسلحتهم يدفع ميليشيات الكرامة لاقتحام المدينة وتحريرها بحسب زعمه. نحن نعلم أنكم طريق وقت طويل في عملية الاستعداد فقط للخروج من هذا الموقف بنجاح بإذن الله تعالى. للأسف. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد عادل عبد الكافي، وهو الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد عادل، أهلا وسهلا بك معنا. بداية، كيف تتابع تصريحات حفتر الأخيرة التي يتوعد فيها مدينة درنة بالهجوم عليها وتحريرها وفق ما قال؟ نعم، تحية طيبة لك وكذلك المشاهدين قناتكم. طبعا هذا ليس بجديد، التهديدات السابقة من قبل مجموعات الكرامة على مدار 4 أعوام ماضية منذ انطلقت عملية الكرامة لم تقتصر على مثل هذه التهديدات فقط، ولكن استخدم جميع أنواع الأسلحة التي بحوزته، كذلك التي تم دعمها بها من بعض الدول الإقليمية. عموما محاولة إعادة التحشيد، ربما هذا يؤشر أن هنالك تداعي في صفوف المجموعات التي تدعم عملية الكرامة بخصوص محاصرة مدينة درنة، في ظل طبعا تماسك أهالي مدينة درنة والتركيبة الاجتماعية والقبلية والنسيج الاجتماعي الذي حقيقة حال كثيرا ما بين اقتحام هذه المدينة أو تفتيت وحداتها. فأنا أعتبره هذا هو الخط الدفاع الرئيسي. طبعا من الناحية العسكرية طبعا هنالك عدة نقاط أخرى نشير إليها. هنالك التضاريس الجغرافية التي أيضا أحالت دون اقتحام هذه المدينة، نظرا أن المدينة تقع في منطقة جغرافية وتحيط بها عدة جبال وتضاريس صعبة تصعب على مجموعات الكرامة أن تقتحم هذه المدينة. ناهيك طبعا أن هذه المدينة يعلمون جيدا من كافح الإرهاب، من كافح داعش، ومن وفر لداعش عندما هربت وتم التصدي لها في وتكبيدها خسائر في الفتايح، من سهل لها المرور إلى أن وصلت إلى مدينة سرت في مسافة 800 كيلومتر مرورا على 5 تمركزات عسكرية، منها 3 قواعد جوية تابعة لعملية الكرامة، ولم تطلق إطلاقة واحدة تجاه هذه العناصر الإرهابية التي وصلت إلى مدينة سرت. ناهيك طبعا عن ما حدث في مدينة بنغازي من تفكيك النسيج الاجتماعي واستمرار عمليات الاغتيال وشرع الزيت ولازال إلى هذه الأيام تحدث حالات اغتيال وإرقاء الجثث في بعض المناطق في مدينة بنغازي. فأهالي درنة يرون أن هذه المرحلة الخطيرة التي وصلت إليها مدينة بنغازي لا يريدونها أن تصل إلى مدينة درنة. نعم. طيب، هذه التصريحات كيف يمكن أن تؤثر على، دعني أقول، العسكريين من مدينة درنة؟ بالتأكيد لن يكون لها أي مردود داخل مدينة درنة. أنا أتحدث الآن عن عدة سنوات من عمر الكرامة، ولم تستطيع رغم الأساليب المتعددة التي استخدمتها عملية الكرامة، سواء كان بترويع الأهالي، سواء كان بالحصار ومنع الوقود ومنع الأدوية، منع المواد الغذائية، القبض على
على بعض الأهالي من وإلى داخل مدينة درنا. جميع أساليب القمع والقهر استخدمت من قبل عناصر الكرامة ضد أهالي مدينة درنا وأبناء مدينة درنا، ولم تثنيهم عن إرادتهم في استسلامهم لعملية الكرامة، لأنهم يعلمون جيدا أن عناصر الكرامة لو اقتحمت المدينة سيكون هنالك هتك للنسيج الاجتماعي وأيضا سلب خيرات ومقدرات أهالي مدينة درنا. طيب طيب الخبير العسكري والاستراتيجي سيد عادل عبد الكافي كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر. العفو سيد، العفو، مع السلامة. أكد المتحدث باسم مجلس شورى مجاهدي درنا سعد هبيل تواصل القصف العشوائي من قبل ميليشيا الكرامة على المدخل الغربي ومحور الظهر الحمر في درنا. هبيل في تصريح له الأحد أشار إلى أن الأوضاع في باقي المحاور مستقرة وقوات المجلس تحكم سيطرتها على كافة تمركزاتها في المدينة، مضيفا بالقول أن الوضع في المدينة مستقر أمنيا واجتماعيا رغم النقص الذي تعانيه المدينة في بعض الاحتياجات الأساسية نظرا للحصار المفروض عليها من قبل ميليشيات الكرامة. جنوبا حيث قتل شخص في مدينة سبها وأصيب آخر إصابة خطيرة جراء تجدد الاشتباكات داخل المدينة. عميد بلدية سبها الخيالي في تصريح له الأحد قال إن الأوضاع داخل سبها غير مستقرة، مشيرا إلى أن مديرية أمن المدينة أعطت لكافة العاملين بها وبالأجهزة الأمنية حرية البقاء في أعمالها أم تركها بحسب تعبيره، موضحا أن الاشتباكات الدائرة في المدينة استخدم فيها كافة أنواع الأسلحة بين طرفي النزاع. لذلك أوضح المتحدث باسم مركز سبها الطبي أسامة الوافي أن حصيلة القتلى الذين وصلوا للمركز بشكل رسمي منذ بداية الشهر الماضي بلغت 9 قتلى و35 جريحا تفاوتت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة والبليغة. الوافي في تصريح له أكد بأن المركز قد استقبل الأحد قتيلا وجريحا جراء تجدد الاشتباكات في سبها، مشيرا إلى أن الجرح أصيب أو الجريح أصيب بشظايا قذيفة هاو عشوائية، لافتا إلى أن الأوضاع داخل المركز الطبي جيدة والأقسام كلها تعمل بشكل اعتيادي. للحديث أكثر في هذا الملف ينضم إلينا المتحدث باسم مركز سبها الطبي سيد أسامة الوافي. سيد أسامة أهلا وسهلا بك في قناة التناصح، بداية لو تضعنا في الحصيلة النهائية التي استقبلها مشفى سبها الطبي في خلال الاشتباكات الدائرة في المدينة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر. فيما يخص الصحية الكاملة هي كما ذكر في تقريركم هو عدد القتلى 9 قتلى من بينهم طفلة وامرأة، ومن بين الجرحى عدد 35 جريح. استقبل المركز بالأمس قتيل وجريح من منطقة الاشتباكات. هذه الاشتباكات تتجدد يوميا ليلا دون وقوع أي إصابات لله الحمد، ولكن بالأمس كما ذكر تقريركم أننا استقبلنا جريح وقتيل من الوحدة مشاهد. طيب تعامل المشفى الطبي سبها مع حالة الإصابة الحرجة كيف يتم التعامل معها؟ والله الحالات الطارئة هذه يتم استقبالها بقسم الطوارئ ومنها تحويلها الى غرفة العمليات ان امكن جرى عمليات لها بمركز سبها الطبي او نقلها الى مدينة مراكز اخرى افضل من مركز سبها الطبي في الساحل الليبي عن طريق إدارة الجرحى في وزارة الصحة. الأوضاع الأمنية في محيط مشفى سبها الطبي؟ الأوضاع الأمنية لله الحمد أفضل من السابق، يعني وذلك نلاحظه عند عودة العناصر الطبية والطبية المساعدة للمركز للعمل داخل المركز بالشكل المطلوب. الوضع الحالي حاليا يعتبر بعيد عن مركز سبها الطبي رغم قرب يعني قوة الأصوات بالقرب من المركز. طيب بالتأكيد نحن لا نتمنى هذا الكلام، ولكن في حال ما تجددت الاشتباكات مرة ثانية في محيط مدينة سبها، هل لمشفى سبها الطبي القدرة على تحمل أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين؟ طبعا كما ذكرت احنا لا نتمنى ذلك، ولكن إذا كان هناك اشتباكات قوية أو غير ذلك أدت إلى وجود عدد كبير من الجرحى فالمركز قادر على استقبال كل الحالات بالمنطقة الجنوبية، فهو المركز الوحيد في الجنوب كما يعلم الجنوب. طيب كسؤال أخير، هل هناك
مناشدات من قبل الإدارة في مشفى سبا الطبي لكل من السلطات في ليبيا سواء كان في طرابلس أم في الشرق الليبي، وكيف كانت الاستجابة إذا تم التواصل؟ نحن نتواصل مع جميع الجهات المعنية بمركز سبا الطبي، نحن نتواصل معها وعن طريق المراسلات والبنك، أما ما نناشدهم وهم المتفرغين في المنطقة بتجنيب مركز سبا الطبي بعيدا عن أي تهديدات تؤدي إلى عرقلة تقديم خدمة للسكان والمصابين أو الجرحى أو حتى الولادة وغير ذلك من أقطاب أخرى داخل المركز. طيب، المتحدث باسم مركز سبا الطبي السيد أسامة الوافي كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر. في بني غازي قتل شخص واحد وأصيب أكثر من 7 آخرين، إصابة أحدهم خطيرة من ميليشيات ما تسمى الكرامة في اشتباكات مسلحة في منطقة جنفودة الواقعة غربية بني غازي، حيث دامت هذه الاشتباكات لمدة تراوحت ل3 ساعات متواصلة بين كتيبتين تابعتين للكرامة أحدهما تضم مسلحين من قبائل التبو. وفق مصادر محلية فقد اندلعت هذه الاشتباكات على خلفية قيام مسلحين من التبو بحيازة كميات من المخدرات وارتكاب أعمال خطف وقطع للطريق. وقالت المصادر أن ذلك أدى إلى قيام ما يعرف بالغرفة الأمنية المركزية بني غازي إلى تحريك كتيبة تابعة لها للسيطرة على مقر الكتيبة التي يتمركز فيها مسلحو تبو التابعين لميليشيات الكرامة. إلى ذلك فقد سقطت قذيفتان من نوع RPG مساء الجمعة قرب مسجد الفاضل بن عباس في منطقة بهدامة بحسب مصدر من بني غازي. قال المصدر والذي فضل عدم ذكر اسمه أن سقوط القذيفتين كان إثر اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين تتبعان لما تعرف بالكرامة. هذا وقد شهدت مدينة بني غازي خلال الفترة الماضية عمليات قتل وإعدام خارج إطار القانون، إضافة إلى الخطف والاغتيالات والاعتقالات والتعذيب أيضا. في بني غازي أيضا حيث اعتقلت كتيبة طارق بن زياد الموالية للتيار المدخلي المتشدد 3 أشخاص في منطقتي ليثي والكوفية. وقالت مصادر إعلامية السبت أن عملية الاعتقال جرت في ساعات صباح السبت بإشراف مباشر من آمر الكتيبة سليمان الصعيطي دون معرفة أسباب الاعتقال وهوية المعتقلين. هذا وتشهد بني غازي تجاوزات أمنية عديدة مصحوبة بنشاط للتيار المدخلي المتشدد الموالي للكرامة منذ سيطرة ميليشيات ما تسمى الكرامة على المدينة في 6 يوليو/تموز العام الماضي. قال المدير العام لمشفى محمد المقري في التعليمية عبد الفتاح الدليمي أن قوة الردع في المنطقة الوسطى هاجمت المشفى وروعت الأطباء وعناصر التمريض والمرضى. وأكد دليمي في شكوى موجهة لما يعرف بالحاكم العسكري درنا بن جواد أن عددا من السيارات المسلحة التابعة لقوة الردع اقتحمت المشفى للقبض عليه، وأشار أفراده أسلحتهم في وجه العناصر الأمنية المكلفة بحماية المشفى، مؤكدا أن أمر القوة كان قد سيطر سابقا على كاميرات المستشفى ويستغل أفرادها في القبض والاعتداء على عناصر التمريض. أعلنت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة التابعة للبرلمان المنحل ارتفاع عدد قتلى التفجير الذي استهدف مدخل أجدابي الشرقي ليصل إلى 6 قتلى و9 جرحى. وأضافت الوزارة في بيان لها أن حالة الجرحى تراوحت بين الحرجة والمتوسطة والخفيفة، مشيرا إلى أن الجرحى يتلقون العلاج في مشفى محمد المقري في أجدابي. كما عبرت الوزارة عن إدانتها الشديدة لما وصفتها بتكرار العمل الإرهابي عبر استهداف المواطن والعسكريين في مدخل مدينة أجدابي. هذا وتداول نشطاء على موقع تويتر تغريدة منسوبة لما يعرف بتنظيم الدولة تبنى فيها تفجير أجدابية، وكشفت التغريدة المنسوبة إلى تنظيم هوية الانتحارية الذي كان وراء التفجير واسمه أبو قدام السائح، موضحة أن العملية استهدفت حاجز تفتيش لميليشيا الكرامة في المدخل الشرقي لمدينة أجدابية. تفجير بوابة بالقرب من أجدابية يطرح تساؤلات عن الأهداف الحقيقية التي يريد مرتكب هذا التفجير تحقيقها في ظل الملابسات التي اكتنفت الحادث.
تفجير البوابة الشرقية لمدينة جدابيا يوقع 8 قتلى و11 جريحا، منهم عائلة أصيبت جراء الانفجار بتزامن وجودها في البوابة لحظة الحادث. التفجير ناجم عن سيارة محملة بكمية من المتفجرات قادمة من اتجاه مدينة بنغازي، كما صرح قياديون تابعون لميليشيات الكرامة بمدينة جدابيا. هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في مناطق تقع تحت سيطرة ميليشيات ما تعرف بالكرامة، فقد وقع تفجير مشابه في بداية مارس الجاري بسيارة مفخخة عند بوابة تابعة للكرامة جنوبي جدابيا. وذكر المدعو محمد سالم بسيط التابع لميليشيات الكرامة في جدابيا على حسابه الرسمي أن انقطاع الاتصالات على مدينة جدابيا الليبية الذي سبق التفجير له علاقة بالحادث، مما أثار الكثير من التساؤلات عن الهدف الحقيقي من هذه العمليات وتوقيتها ومكان حدوثها. والجدير بالذكر أن أحد القياديين بميليشيات الكرامة فوزي المنصوري ممن كان لهم تصريحات إعلامية عن تفجير جدابيا قال إن السيارة التي انفجرت في البوابة كانت قادمة من اتجاه مدينة بنغازي، قد احترقت السيارة التي كان يستقلها أثناء عودته من بنغازي إلى جدابيا صباح السبت، ووصفت الحادثة بمحاولة اغتيال. ويرى محللون أن هذه العمليات الإرهابية والتي تبنتها صفحات تدعي تبعيتها لما يسمى تنظيم الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي غير واضحة من حيث الأهداف التي تريد تحقيقها، فهل هي ضربات انتقامية أم أنها للإعلان عن وجودها لخلق الذرائع وخدمة بعض الأجندات في ليبيا؟ أكد النائب بالبرلمان المنحل صالح فحيمة أن مجلسه لم يتوصل بعد مع أعضاء مجلس الدولة إلى آلية اختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد، وأشار فحيمة إلى أنهم لم يباشروا بعد عقد اجتماعاتهم الثنائية للوصول إلى آلية جديدة متفق عليها من الجانبين في هذا الخصوص، موضحا أن البرلمان يسعى لتحديد آلية اختيار مجلس رئاسي جديد. وبيّن فحيمة أن كل منطقة من ليبيا ستقوم باختيار مرشح يتم الإجماع عليه من قبل أعضاء مجلس الدولة، كاشفا عن تقديم الأخير مقترحات لتزكية مجموعة من الأسماء وتقديمها إلى البرلمان المنحل. إلى ذلك قال نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد معزب إن المشاورات الحالية بين مجموعات من أعضاء مجلسي الدولة والنواب تمهد للوصول إلى توافق رسمي بين المجلسين خلال الفترة القادمة. أضاف معزب في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية حيث قال أن مشاورات تتم بعيدا عن حكومة المقترحة، خاصة أن كل من المجلسين سيقوم بتشكيل المجلس الرئاسي الجديد والذي يقتصر على 3 أعضاء فقط، فيما يقوم الرئاسي بتشكيل الحكومة من بعد ذلك. لذلك أوضح أن غسان سلامة لا يرغب في عقد الجولة الجديدة قبل إزالة كافة العراقيل والتوافق على كافة النقاط الخلافية. من جهته قال عضو مجلس النواب المنحل عبد المنعم حسن أنه تم التوافق بين المجلسين على السلطة التنفيذية وهيكل الرئاسي وتشكيل الحكومة وكل ما يتعلق بالناحية السياسية. وأضاف في تصريح لسبوتنيك أن الأزمة تتعلق في عدم التوافق على الترتيبات الأمنية، خاصة المؤسسة العسكرية التي لا تزال محل خلاف بين الجانبين، وأنه إذا لم يتم التوافق عليها فإن الجانب السياسي يكون دون فائدة. وأوضح أن المقترح الموجود بين مجلسي الدولة والنواب هو إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتقليصه إلى 3 أعضاء فقط، وأن السراج قد يبقى أو يرحل بحسب التوافق بين الجانبين. قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور محمد الزايدي أن مجلس النواب المنحل يخالف الإعلان الدستوري بمماطلته في إصدار قانون الاستفتاء. الزايدي في تصريح له الأحد لفت إلى أن الهيئة التأسيسية يمكنها إلزام البرلمان بإصدار قانون الاستفتاء عن طريق رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا، مشيرا إلى أن الحكم سيكون لصالح الهيئة، وموضحا أن المادة 30 في فقرتها 12 تتيح للمفوضية العليا للانتخابات إصدار قرار أو لائحة تستند فيها على نتائج عمل مجلس النواب المنحل وتأخيره للقانون، وعلى أساسها يطرح المشروع على الشعب للاستفتاء. Thank you.
باركت الهيئة البنغازية اتفاق المصالحة بين مصر وزنتان داعية أن تكون هذه المصالحة دافعا قويا لتحقيق المصالحات بين كافة المدن في ليبيا. الهيئة في بين لها أكدت أن أهالي بنغازي المهاجرون كانت أيديهم ولا زالت ممدودة للتسامح والمصالحة، داعية أهالي المنطقة الشرقية بالتصالح مع مهاجري المنطقة أو المنطقة في الداخل وخارج ليبيا. رحب المجلس البلدي وعيان ومشايخ وحكماء الأصابع باتفاق المصالحة التي أبرم بين مصراتة وزنتانة. وأكد المجلس البلدي في بيان له على صفحته على فيسبوك أن الاتفاق يمهد طريق لتجسيد التسامح وتحقيق المصالحة الشاملة، داعيا كل الليبيين للم الشمل وتجاوز الخلافات ليعم الأمن والأمان كافة ربوع الوطن. إلى ذلك كان عيان من مصراتة وزنتان قد أكدوا في بيان لهم ضرورة المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الشعب الليبي وعدم السماح بتقسيم ليبيا والنيل من وحدتها تحت أي مسمى كان وعلى مدنية الدولة وعدم السماح بالانقلابات. أيضا أشادت السلطات الجزائرية باتفاق المصالحة التي أبرم بين مصراتة وزنتان تحت شعار المصالحة من أجل الوطن، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق المصالحة والوفاق في ليبيا. وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الجزائر تبرز أهمية المبادئ التي كرستها لصالح دولة القانون وتوحيد المؤسسات الوطنية، لا سيما جيش موحد تحت سلطة مدنية. قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد الدين السايح أن الهدف من المقترح المقدم بشأن اختيار رئيس للدولة هو فتح المجال لمشاركة الأطراف والنخب السياسية في الإدلاء بأرائهم حول نظام انتخاب الرئيس. وأشار السايح في تصريح له إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في عرضه على هذه النخب للاطلاع عليه ودراسته، لتأتي بعد ذلك خطوة المناقشات من خلال ورش عمل وملتقيات سيتم تنظيمها من قبل مفوضية الانتخابات، وذلك للوصول إلى نظام انتخاب رئيس توافقي. هذا وكان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد نشرت على موقعها الرسمي مقترحا لإيجاد نظام لاختيار رئيس للدولة يضمن مشاركة كافة أطياف الشعب الليبي. بدورها أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن غلق منظومة التسجيل في سجل الناخبين بالخارج مساء أمس السبت، حيث سجلت منظومة التسجيل مشاركة أكثر من 6000 ناخب. ونوهت المفوضية بأنه قد تم إيقاف استلام نماذج طلبات التسجيل عن طريق السفارة الليبية في الخارج، وهي الخدمة التي أتاحتها المفوضية للمواطنين بالخارج والذين واجهوا صعوبة في التعامل مع الموقع الإلكتروني المعد لهذا الغرض. السابعة متواصلة وفيها أيضا تواصل عمليات إنقاذ وترحيل المهاجرين غير النظاميين. الجيش النظامي جيش منظم تحصل أفراده على تدريب عسكري في الكليات العسكرية والحربية، جيش له قوانين عسكرية وعقيدة حربية، لديه تراتبية عسكرية في أخذ الرتب وطاعة الأوامر، يكون ولاؤه لله ثم للوطن. إذا في مصر تقرر شيء أنا معها حتى ولو في غير مصلحتنا. يحمي شعبه من أي عدوان عليه، يحافظ على السيادة الوطنية لدولته،
الجيش يكون تحت السلطة المدنية ويأتمر بأوامرها. الرتب العسكرية تمنح بالتقادم وبتراتبية نظامية. لا تمنح رتبة عسكرية لشخص يحمل جنسية غير جنسية الجيش التابع له. أهلا بكم من جديد. تلقى سجينان ليبيان سابقان كان مسجونين في معتقل غوانتانامو اختارا من السلطات السنغالية بانتهاء فترة إقامتهما، وأن السلطات سترحلهما إلى ليبيا الثلاثاء المقبل بحسب موقع ذا انترسبت الأمريكي. يشار إلى أن أحد السجناء وهو عمر خليفة أبو بكر كان محتجزا في المعتقل الأمريكي على مدار 14 عاما دون مراعاة الأصول القانونية، إذ لم توجه إليه أي اتهامات ناهيك عن إدانته بارتكابه أي جريمة. تواصل عمليات إنقاذ وترحيل المهاجرين غير النظاميين. تستمر عمليات خفر السواحل الليبي بالتعاون مع المنظمات الدولية لإنقاذ المهاجرين غير القانونيين الذين يقصدون البحر الأبيض المتوسط للهروب من شبح الفقر وتدني الخدمات في بلدانهم وبغية الحصول على وضع معيشي في الديار الأوروبية. على مدار اليومين الماضيين أجرى خفر السواحل الليبي بالتعاون مع المنظمات الدولية والسلطات الإيطالية عمليات إنقاذ لنحو 400 مهاجر غير شرعي في أنحاء متفرقة في ليبيا، كان آخرها إنقاذ 80 مهاجرا من جنسيات إفريقية قبالة سواحل زوارة حسب العميد بحار أيوب قاسم. المنظمة الدولية للهجرة قالت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إنها تمكنت من إعادة نحو 166 مهاجرا بشكل طوعي إلى بلدهم الأصلي نيجيريا عبر مطار معتيغا الدولي. مديرية أمن زوارة أنقذت الجمعة الماضية نحو 42 مهاجرا كانوا على متن قارب هجرة غرب المدينة، موضحة عبر صفحتها الرسمية أن المهاجرين يحملون جنسيات إفريقية مختلفة بينهم نساء وأطفال تعطل قاربهم في عرض البحر. مع قرب حلول فصل الصيف وتزايد نشاط المهاجرين يتزايد الضغط أكثر على دول المقصد، مما جعلها موضع اتهام بسبب عرقلتها استقبال المهاجرين. فإيطاليا حذرت على لسان وزير داخليتها ماركو مينيتي من احتمالية تسلل نحو 30,000 عنصر ينتمي لداعش فار من سوريا والعراق إلى أوروبا على متن قوارب المهاجرين من ليبيا. مديرة العمليات في منظمة أطباء بلا حدود آن ماري لوف صرحت بأن استيلاء السلطات الإيطالية على سفينة الأدرع المفتوحة بعد إنقاذها 216 شخصا وإنزالهم منها عرقلت عمل المنظمات غير الحكومية التي تنفذ عمليات إنقاذ للحياة في البحر المتوسط. كما نددت المنظمة عبر تغريدة لها بما وصفته بإجراءات الحكومة الإيطالية وغيرها من الحكومات الأوروبية التي تعيق عملية إنقاذ اللاجئين، مشيرة إلى أنه لا يجوز في أي ظرف إعادة اللاجئين والمهاجرين إلى ليبيا واحتجازهم فيها. أعلنت السفارة الليبية في الأردن أن المرضى الليبيين الوافدين للأردن فوق سن 50 عاما والأطفال دون سن 15 والنساء من جميع الأعمار معفون من طلب الموافقة المسبقة على منح تأشيرة العلاج. السفارة في بين الله على صفحتها الرسمية فيسبوك الأحد اشترطت حيازة المرضى ومرافقيهم تذاكر سفر ذهابا وإيابا للحصول على هذا الإعفاء وفقا لقرار مجلس الوزراء الأردني بشأن تنظيم دخول المرضى الوافدين للعلاج في المملكة بحسب البيان.
أفاد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن إجمالي الشحنات التي اتخذت إجراؤها أو اتخذت إجراءات رقابية بشأنها خلال العام الماضي بلغ 10271 شحنة، أفرج عن 9961 منها ورفض البقية. المركز وفي تقرير له على صفحاته الرسمية السبت أكد رفضه ما يعادل 3% من إجمالي الشحنات الواصلة عبر المنافذ الرسمية من مركز الرقابة الغذائية، إضافة إلى ما يساوي 4% من إجمالي الأدوية على مستوى الفروع. بشأن آخر، قام التجمع الليبي للإصلاح والإنماء والمنظمة الليبية لمتقاعدي الشرطة في طرابلس السبت مؤتمرا بعنوان أمن المواطن أولا، وشارك في الملتقى عدد من رجال الشرطة المتقاعدين وعدد من منظمات المجتمع المدني والمهتمين أيضا. إيمانا بدور رجل الشرطة في بسط الأمن ونشر الاستقرار، أقامت رابطة المتقاعدين من رجال الشرطة بالتعاون مع التجمع الليبي للإصلاح والإنماء مؤتمرا في طرابلس حمل شعار ليبيا بين الأمن والجريمة، الصعوبات والحلول. هناك عدة عراقيل رأينا بحكم الخبرة لا نكون بعيدين على الحدث، يكون لنا مساهمة فاعلة، جزء من هذا المجتمع، لا تنتهي علاقة المتقاعد بالوظيفة وننظر له، يجب ننظر له كقيمة وليس كسلعة، انتهت علاقة الوظيفة أنها قيمة، يجب استثمار جيد حتى نخلق رافد مع الأجيال الحديثة تكتسب هذه الخبرة، تصير فاعل الجانب الأمني، تعزيزه في كافة الجوانب. حوى المؤتمر عددا من الورقات البحثية ناقش الحاضرون من خلالها كيفية تعاطي رجال الأمن مع مشاكل العصر الحديث وسبل القضاء عليها كظاهرة انتشار السلاح وتفشي المخدرات، إضافة إلى عرض شريط مرئي يوضح إحصائية للجرائم المرتكبة بين عامي 2017 و2018. النقاط المهمة في المؤتمر هو طرح ورقات عملوا تشخيص للجريمة المنظمة بدقة، ونحول الورقات هذه إلى عمل فعلا وليس قولا كباقي المؤتمرات، وقد شاركنا في مؤتمرات وممكن ما زال في مؤتمرات جاية، لكن نريد نقف على الجرح في حد ذاته، نريد خطوات فعلية للمساهمة بهذا. مديرية أمن طرابلس الطرف الثالث في هذا المؤتمر بيّنت أن المواطن تقع عليه المسؤولية الأكبر في حفظ الأمن من الناحية الاجتماعية، وذلك بالتبليغ عن التجاوزات والخروقات فضلا عن تحسين سلوكيات الأفراد واتباع القوانين المرورية. يعني أولياء الأمور ليهم دور في متابعة أبنائهم في عملية حمل السلاح، في عملية يعني قيادة المركبة الآلية بدون لوحات، يعني عندما تشوف ولدك أنت حامل سلاح ناري لابد أنك أنت تسعى في عملية أنك أنت باش ما يرتكبش يعني به جريمة ويرتكب به شيء يعني. بالإضافة منشوف ابنك يعني معتم الزجاج متاع السيارة، لابد أنك أنت تنحي لها التعتيم الزجاج من أجل بلادنا، يعني إذا كان نبو بلادنا تكون فيها أمن واستقرار. يهدف القائمون على هذا المؤتمر إلى الخروج بتوصيات تؤخذ بعين الاعتبار تسهم في إصلاح المشهد الأمني، وإلى أن يكون للمتقاعدين دور إيجابي في تنمية وتطوير المجتمع حاضرا ومستقبلا. أقامت كلية التقنية الصناعية مصرات احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأردوينو الذي يصادف يوم أمس السبت. عبد الحكيم محمد والتفاصيل. نظم اتحاد طلبة كلية التقنية الصناعية مصرات السبت احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للأردوينو. الاحتفال أشرفت عليه عدد من الشركات التجارية والصناعية الليبية. من جهة أفاد دكتور إسحاق الأرباح رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال أن هذه النسخة هي الثالثة التي تنظمها كلية التقنية بمدينة مصراتة، وذلك لاختيار أفضل مخترعين من كافة أنحاء ليبيا، مضيفا أن الاستعدادات لهذه المناسبة بدأت منذ قرابة الأسبوعين بحضور 44 فريقا من مختلف المدن الليبية. ويهدف تعلم الأردينو إلى تسهيل تعلم برمجة المتحكم الدقيق في الإلكترونات لغير المختصين والمبتدئين. وقدم عدد من الطلبة مشاريع مبتكرة في مجال البرمجة الإلكترونية تظهر التطورات العملية التعليمية التي يخضع لها الطلبة. وتخلل الحفل ورش تعريفية وعملية
وبعض المحاضرات، وتم رصد 5 جوائز للفائزين على مستوى ليبيا بالكامل. وتعتبر هذه الفعاليات التي أبرزت جهود هؤلاء الشباب وإمكاناتهم هي ما تحتاجه ليبيا، وهي رسالة إلى العالم مفادها أن شباب ليبيا في الطريق الصحيح. إليكم أخبار البلديات. افتتح ببلدية رجدلين الجمعة مكتب تطوير الإعلام الجديد، حيث أقيم بالمناسبة احتفالية شارك فيها أبناء مدارس المدينة بمجموعة من العروض التراثية والأعمال المسرحية، وحضرها عميد بلدية رجدلين ووكيل ديوانها إلى جانب رئيس مجلس إدارة مركز تطوير الإعلام الجديد ومدير مديرية أمن رجدلين ومدير إذاعة المدينة. نظم المجلس البلدي براك الشاطئ الخميس احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأم والطفل، وذلك في محلة الزوية بالبلدية. وتخلل الاحتفالية التي حضرها مسؤولون ومنظمات بالمجتمع المدني فقرات فنية وإبداعية من الفريق الموسيقي، إضافة إلى تكريم عدد من الأمهات والأطفال في هذا المحل. عقد ببلدية زوارة الملتقى الأول لأمازيغ ليبيا غير الناطقين بالأمازيغية تحت شعار تأكيد وجود وتوحيد جهود، تحت إشراف منظمة الأصالة للتنمية وبرعاية بلدي زوارة. وأكد الملتقى في بيان صدر عنه على وحدة التراب الليبي والسيادة الوطنية مجدداً رفضه لإثارة الفتن بين أبناء الشعب الليبي. وشارك في الملتقى ممثلو المناطق الغربية والجنوبية والشرقية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني. نظم مكتب العمل ببلدية الإغريفة حفل تخريج طلبة الدورة التدريبية الأولى للباحثين عن العمل، وذلك بقاعة كلية التربية أوباري. وحضر حفل التخريج الذي كرم فيه 60 طالبا من بلديات أوباري والغريفة وبنت بيا، ممثلون عن المجلس البلدي للغريفة والمؤسسة الوطنية للنفط وشركة ريبسول للعمليات النفطية وعدد من حكماء وأعيان البلدية. افتتح ببلدية جادو فرع جديد لمصرف الوحدة بحضور عميد البلدية ومدير إدارة فروع الجبل ومدير فرع المصرف وعدد من أعضاء البلدي والأعيان. وأشاد الحاضرون خلال حفل افتتاح فرع المصرف بجهود إدارة مصرف الوحدة والعاملين به لضمان توفير السيولة وضمان وصولها للمواطنين بشكل عادل. إلى ما رصدناه اليوم من أخبار للرياضة. توج نادي الجهاد بكأس ليبيا لكرة القدم المصغرة بعد تفوقه في المباراة النهائية على فريق نجوم الصابرية ب4 أهداف دون مقابل، والتي استضافتها مدينة مصراتة. وكانت أهداف الجهاد بواقع 2 للاعب يوسف الشاوش وهدف لهشام عاشور وآخر لجلال سويب. وحصد اللاعب يوسف الشاوش جائزة أفضل لاعب في المباراة. وحضر حفل الختام والتتويج رئيس الاتحاد الإفريقي والليبي لكرة القدم المصغرة ورؤساء لجنتي المسابقات العامة والتحكيم. تمكن فريق الاتحاد المصراتي من الفوز على ضيفه الشط ب3 أهداف مقابل 2 في اللقاء الذي جمعهما الجمعة بملعب مصراتة ضمن منافسات المجموعة 3 للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. وأبعد الاتحاد المصراتي نفسه بهذا الفوز عن مراكز الهبوط بعد أن رفع رصيده إلى 11 نقطة من 10 مباريات، بينما تأزم موقف الشط الذي توقف رصيده عند 5 نقاط فقط. بهدف مقابل هدف حسم لقاء رفيق المدينة الجمعة في مباراة على الملعب الأولمبي بمدينة الزاوية، وسجل هدف رفيق عن طريق عبد الرؤوف المقطوف عند 28. وتمكن المدينة من معادلة النتيجة عند 48 عن طريق اللاعب المعتصم بوشناف، وأصبح رصيد المدينة 21 نقطة من 10 مباريات، فيما ارتفع رصيد رفيق إلى 9 نقاط من 11 مباراة. بتعادل سلبي انتهت مباراة الأخضر مع ضيفه خليج سرت يوم الجمعة على ملعب شهداء بنينة ضمن منافسات المجموعة الثانية. وأضاف كل من الفريقين بهذا التعادل نقطة إلى رصيده، فبات الأخضر يمتلك 15 نقطة بينما ارتفع رصيد خليج سرت إلى 10 نقاط.
وصل مطار بنين الدولي اللاعب الأمريكي المحترف داكوان للانضمام رسميا إلى فريق النصر لكرة السلة، ويأتي استخدام اللاعب لصفوف فريق النصر لكرة السلة وفقا لما ذكره مجلس الإدارة بالنادي لدعم صفوف الفريق المتأهل لنهائيات الدوري الليبي لكرة السلة والمباراة النهائية لكأس ليبيا. أسعار العملات. إلى تذكير بأهم الأنباء، تواصل القصف العشوائي على درنا وقائد الكرامة يتوعد بالمزيد. النائب بمجلس النواب المنحل صالح فحيمة يؤكد عدم توصل مجلسه الاتفاق مع الأعلى للدولة حول آلية اختيار المجلس الرئاسي. الهيئة البنغازية تبارك اتفاق مصراتة والزنتان وتدعو لمصالحة بين مهاجري بنغازي وباقي مدن المنطقة الشرقية. توصل عملية إنقاذ وترحيل المهاجرين غير القانونيين. أشكركم على المتابعة والاستماع، دمتم ودم الوطن في أمان الله. إلى اللقاء.